بأمون شخص ثاني الشخص عادل والتقى وبسألك وش منك جاني بالمطابش اللي جاك انت ما تذكر حناني وكيف كنت اشيل رضاك كنت اشوف العمر ثاني واللي بقالي هواك ودي كون شخص ثاني اي شخص عابر والتقاك وبسألك وش منك جاني وبالمقابش اللي جاك انت ما تذكر حناني وكيف كنت اشعر باك كنت اشوف العمر ثاني واللي بجاني هواك ودي كنت حسب الله عطاني ما داريت انه عطاك الله تشرك بلاني وانت بالخير ابتلاك كنت عايش في الاماني وكنت اعدلك خطاك متى بمسك لساني واكتم العبرة معاك ودي اكون اي شخص ثاني اي شخص عابر والتقاك وبسألك وش منك جاني وبالمقابل وش اللي جاك انت ما تذكر حناني وكيف كنت اشعر باك كنت اشوف العمر ثاني واللي بقالي هواك وديك